لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال في مجازره ضد المدنيين، وأيضا سنناقش في هذه في بانوراما الرافدين أيضا مع ضيوفنا عن تطور في مفاوضات الهدنة وتبادل المحتجزين بعد اقتراحات من حكومة الحرب الإسرائيلية. ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني بشار شلبي، وأيضا من الضفة الغربية عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد. مرحبا بكما. نبدأ معكم أستاذ بشار. في اليوم 179 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، ولكن الاحتلال أيضا يواصل غاراته وقصفه على مناطق متفرقة من قطاع غزة، يخلب بذلك الآلاف من القتلى والجرحى. بداية أستاذ بشار، كيف يمكن قراءة هذا القصف خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال؟ تحياتي لك وتحياتي لضيفك الكريم، وتحياتنا لشعبنا الفلسطيني وخاصة لأهلنا في قطاع غزة. منذ اليوم الأول لإعلان جنونه الوحشي، هذا الكيان الصهيوني النازي الوحشي، منذ اليوم الأول وهو يمارس الإجرام والقصف، وعندما لم يتم ردعه من قبل أي إجراء دولي أو إقليمي أو عربي أو إسلامي، تمادى في هذه الجرائم وهو مستمر بها إلى الآن. هو يمارس الجرائم منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب العدوانية دون أن يرتدع ودون أن يحسب حسابا لأي طرف ولأي أحد ولأي قانون. لا نريد أن نتحدث لا عن الأخلاق ولا عن القيم، لأنه هذا الكيان وجيش هذا الكيان عديمو الأخلاق وعديمو القيم بشكل كامل. المستوى الذي رآه العالم من هذه الوحشية وهذا الإسراف في الإجرام بعد انسحابه من محيط مشفى الشفاء لا يترك مجالا للبشرية كلها، لا يترك مجالا لأي إنسان إلا أن يتعامل مع هذا الكيان الوحشي أنه خارج السياق البشري. هذه ليست حرب، وهذا ليس عبارة عن اقتتال، وهذا ليس عبارة عن معارك. هذا هو انسياق وراء غرائزية إجرامية وحشية لا يحتملها لا مجتمع دولي، ولا يحتملها إنسان متحضر، ولا يحتملها إنسان بدائي على الإطلاق. منذ اللحظة الأولى التي هاجم فيها مستشفى المعمداني في بداية هذه الحرب العدوانية وبعد مرور عدة أيام على انطلاق جنونه، وعندما لم يوقفه أحد في المجتمع الدولي، استمرت مجازره إلى الحالة التي نراها، يجرف الجثث ويمزق الأشلاء وتدوس جنازير دباباته على أجساد الأبرياء الشهداء، ويفعل كل ذلك دون أن يرف له جفن ودون أن يسأل أو يحسب حسابا لأحد. طيب، هذه المجازر وهذا الإجرام يعني شيئا واحدا، أن هذا الكيان سيزول بالضرورة وحتما وقريبا. أستاذ عبد المجيد، أجدد الترحيب بكم. يعني رغم مرور 179 يوما على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ولكن الملاحظ أن المقاومة لا تزال متمسكة ومتماسكة في نفس الوقت، وتكبد الاحتلال خسائر في الأرواح والمعدات. ولكن كيف يمكن نحلل هذا الثبات العسكري وهذا التماسك التكتيكي لدى المقاومة؟ ما السر وراء ذلك أستاذ عبد المجيد؟ التحية لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. ونحن يعني كنا نسمع قبل قليل شهادات أهلنا وأحبتنا في قطاع غزة. نعم، هي تدمي القلوب هذا الحديث، ولكن يعني كما قالت أحد أمهات الشهداء، الفراق صعب ولكن الوطن غالي والكرامة غالية. ونحن نقول لكم يعني أنكم سطرتم أروع ملاحم التحدي والصمود بثباتكم وبدعمكم للمقاومة، فأنتم أهلا للقدس وأهلا للدفاع عن المسجد الأقصى وعن كرامة الأمة العربية والإسلامية أجمع. فصمودكم وثباتكم هو بإذن الله طريق النصر واندحار هذا الاحتلال، وهو مذلولا ومهزوما من أرض غزة بإذن الله. يعني أخي الكريم، المقاومة الفلسطينية عندما بدأت هذه المعركة من اللحظة الأولى يعني هي انتصرت، واليوم تكلل انتصارها مرة أخرى بثباتها وصمودها. وأنا أؤكد لك أخي الكريم، وأنا على تواصل دائم
مع أهلنا وأحبتنا في قطاع غزة بأن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية على أشدها، وهي رغم كل الضربات التي يعني ألحقت بقطاع غزة وبالمدنيين وبالمستشفيات والحجر والبشر، إلا أن المقاومة صامدة، وبأن المقاوم الفلسطيني الذي يحمل القاذف ويخرج لواجه هذه الآلية المصفحة يعي جيدا بأننا أصحاب قضية عادلة، وبأننا أصحاب هذه الأرض. لذا هذا هو ثبات المقاومة الفلسطينية على الأرض. دائما أخي الكريم، صاحب الحق قوي، ونحن أصحاب هذه الأرض رغم كل الاغتيالات التي تحدث عنها الاحتلال. تحدث عن اغتيالات لقادة المقاومة، وتحدث عن اعتقال لقادة المقاومة، وأيضا يلاحق قادة المقاومة في خارج فلسطين، ومن ضمنهم الشهيد القائد يعني صالح العروري الذي اغتالته يد الغدر الصهيوني في لبنان الشقيق أيضا. واليوم المقاومة الفلسطينية رغم كل هذه الاغتيالات إلا أنها صامدة وثابتة على الأرض، لأنها صاحبة هذه الأرض، وبأنها عدت جيدا لهذه المعركة. يعني كانت تعلم، يعني أخي الكريم، من كان يعني يعد لهذه المعركة يعلم جيدا بأننا ذاهبين إلى تصعيد، و يعني تصعيد قوي واجتياح لقطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية كانت جاهزة لهذا العدوان. ولكن أخي الكريم، يعني هذا عدو يعني نازي، يعني اليوم يضرب المدنيين لأنه عاجز على مواجهة المقاومة الفلسطينية، ويقوم بالإبادة الجماعية التي يقوم بها ضد المدنيين والإطفاء والأطفال، والجميع يرى على شاشات التلفزة المقاومة الفلسطينية تخرج وتصور العمليات التي تقوم بها، والاحتلال عاجز على مواجهة المقاومة. الاحتلال الصهيوني أخرج الصور والفيديوهات عندما قاموا بقصف الأطفال وقصف المستشفيات، وغير قادر على مواجهة المقاومة الفلسطينية. طيب أستاذ عبد المجيد، هذا العدو النازي أن يخرج أي فيديو وهو يقتال، يعني يضرب المقاومين الفلسطينيين الذين يواجهون هذا الاحتلال الصهيوني. سأبحث معكم في الوقت القادم أستاذ عبد المجيد، وهو حادثة قافلة المطبخ المركزي العالمي، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ بشار. أستاذ بشار، يعني كما تعرفون، في المقابل لا يجد الاحتلال سوى المدنيين هدفا سهلا كي يحقق إنجازاته على الأرض، وأنت ذكرت وتفضلت في ذلك بأنه مستشفى الشفاء كانت خير شاهد على مستوى الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك أن المجتمع الدولي لم يتحرك تجاه المدنيين والأطفال والنساء الذين قتلوا في قطاع غزة. لكن الآن مع قصف قافلة المطبخ المركزي العالمي نلاحظ أن الإدانات تتوالى على هذه الحادثة. هل من الممكن أن نتوقع تحركا دوليا ما على الأقل تنفيذا لقرار مجلس الأمن الأخير أستاذ بشار؟ يعني واضح أن الصبر الدولي يذهب باتجاه النفاذ. والعبء الذي تشكله جرائم الكيان الصهيوني أصبح لا يمكن لأحد أن يطيقه، حتى الولايات المتحدة الأمريكية. بالمناسبة، الكيان الصهيوني قام على المجازر منذ تأسيسه على يد العصابات الصهيونية التي يستعيد اليوم نتنياهو نفس جرائمها. وهذا الكلام لم يكن موجها فقط ضد العرب وضد الفلسطينيين، يعني عصابات الصهيونية فجرت فندق الملك داود واستهدفوا فيه قوات بريطانية ودبلوماسيين، وقتلوا برنادوت، وفجروا سكة الحديد اللي كان أيضا يشغلها الإنجليز المستعمرين لفلسطين. هذه السيرة يستعيدها نتنياهو ويقاتل الجميع، لأنه ينطلق من رؤية عنصرية تلمودية تقول أنه لا يوجد بشر حقيقيين إلا اليهود، شعب الله المختار والعنصريون، وباقي البشر هم حيوانات تشبه البشر لتناسب خدمة اليهود. هذه النظرة العالم لابد أنه بدأ يضيق ذرعا بها، والإدانات والمساءلات والتعبيرات التي نراها، صحيح أنها ليست كافية لوقف هذا الجنون الصهيوني، إلا أنها متراكمة ومتراكبة إلى الحد الذي سيصل فيه الكيان الصهيوني أن يصبح معزولا حقيقة. هو يعاني من العزلة. 14 دولة في مجلس الأمن المكون من 15 تقر وقف إطلاق النار بامتناع الولايات المتحدة فقط. هذا يعني أن العالم كله اليوم لا يريد ولا يتقبل ما يقوم به الكيان الصهيوني. تتطور الأمور، ومع تطور هذه الجرائم ومع تطور المجازر ومع تطور العنصرية الكامنة والعنصرية الظاهرة لدى الكيان الصهيوني بخطابه بممارساته
بعدم اعتباره لأي بشرية كانت، لأي إنسانية موجودة، هذا بالضرورة سيؤدي إلى موقف دولي. هل سيأخذ وقتا أطول من دماء الشعب الفلسطيني ومن أطفال الشعب الفلسطيني؟ للأسف أن المجتمع الدولي الفاشل والمنظمات الدولية والمنظومة الدولية العادلة للأسف أنها غير قادرة على أن تتخذ إجراءات فورية، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى ثلاث مسارات. المسار الأول استمرار عزلة الكيان الصهيوني وتحوله إلى كيان شيطاني غريب وإلى صورة من صور تكتل الشر في زاوية من زوايا المجتمعات الإنسانية. هذا بالضرورة 100% تتجه الأمور إلى هذا الأمر. أن الاتجاه الثاني أن القناعة بعجز المنظومة الدولية وفشلها سيؤدي أيضا إلى بحث حقيقي عن تعديلات أو تغييرات أو نسف للمنظومة الدولية القائمة للوصول إلى منظومة دولية قادرة على رعاية السلم والأمن الدوليين. طيب والحفاظ عليهم على أساس العدالة بين البشر وعلى أساس إعطاء الناس حقوقها. أما الاتجاه الثالث فهو التحاق أمريكا بعزلة مع الكيان الصهيوني إن بقيت على موقفها الرخو والضعيف من هذه الجرائم ومن هذا الإجرام غير المسبوق على مستوى البشر على الإطلاق. أستاذ عبد المجيد، ضحايا حادثة قافلة المطبخ المركزي العالمي من عند الجنسيات طالبت حكوماتهم بتحقيق شفاف من قبل الاحتلال. طبعا الاحتلال استجاب لإجراء تحقيق كما وصفوه بالشفاف. هذا يعطينا انطباع أن الحكومات الغربية قادرة على الضغط على الاحتلال من أجل وقف الحرب وبالتالي بدء المفاوضات. لماذا لا تفعل ذلك؟ يعني نحن ندين هذا العدوان الهمجي على الذين قاموا في مساعدة الفلسطينيين وتقديم لهم بعض الوجبات وتقديم لهم المساعدات الذين هم كانوا من جنسيات غير جنسيات عربية. ويعني لم نرى هم يحملون صواريخ أو يطلقون هذه الصواريخ، ونحن ندين هذه العملية الاغتيال. ولكن للأسف هذه الدول التي هم يتبعون إليها يعني غير معنية بوقف العدوان على قطاع غزة. للأسف يعني اليوم رأينا عندما يعني وصلت هذه اليد إلى رعاياهم وإلى من يحملون هذه الجنسيات خرجوا ودانوا وطلبوا بمحاكمة من قتلهم من العدو الصهيوني وأيضا إلى لجنة التحقيق، ولكن لم نرى يعني بعض التصريحات إلا من القليل من هذه الدول التي تدعو إلى وقف العدوان على غزة. يعني كان نتحدث رأينا بعض الدول التي أيضا خرجت في مجلس الأمن وقالت، وهناك كان قرار أيضا من مجلس الأمن، ولكن نحن لا نريد حبر على ورق، نريد عمل على الأرض ونريد تطبيق هذا القرار على الأرض. يعني في اللحظة الأولى التي يعني خرج هذا القرار رأينا المجازر التي حدثت في نفس اليوم وفي نفس الليلة وثاني يوم عندما يعني خرج هذا القرار، وكانت مجازر بالمئات للشهداء والأطفال في قطاع غزة، ولن نرى أي تطبيق على الأرض. ولكن هذه الدول للأسف يعني هناك من يتآمر مع الشيطان الأكبر أمريكي على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني. وأيضا أنا أقول لك يعني بصريح العبارة، هناك من يتآمر على المقاومة في قطاع غزة ليس فقط من هذه الدول، ولكن أيضا من بعض الأشقاء يعني العرب، من بعض الحكام الدول العربية. أنا لا أتحدث عن الشعب العربي، ولكن أتحدث عن هؤلاء الحكام الذين يتحدثون يعني بين بعضهم ويقول بأن غزة أصبحت عبء قبل هذه المعركة، ومقاومة غزة أصبحت عبء علينا، ولابد أن نقضي على هذه المقاومة، ولابد أن يكون يعني هناك يعني فريق يخضع إلى يعني يخضع إلى المفاوضات مع العدو الصهيوني ويساوم مع العدو الصهيوني. ماذا جلبت لنا هذه المفاوضات؟ جلبت لنا الويلات، وجلبت لنا يعني زيادة الاستيطان والمعتقلين وتدنيس المسجد الأقصى، هذه المفاوضات. ولكن المقاومة الفلسطينية اليوم تكسر أنف هذا العدو، وستكسر أنف كل من يتآمر على الشعب الفلسطيني، إن كان من الحكام العرب أو غير الحكام العرب من الدول الأوروبية. والشيطان الأكبر هي أمريكا التي هي الشيطان في المنطقة وفي الشرق الأوسط، لابد أن يكسر أنفها كما نرى اليوم. نعم أستاذ عبد المجيد،
شكرا. نعم كما نرى اليوم، نعم. كما نرى اليوم ما يحدث من المقاومة الفلسطينية والجبهات المساندة للمقاومة الفلسطينية. عبر سكايب من اسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني بشار شلبي، وعبر سكايب من الضفة الغربية عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد، شكرا جزيلا.